الذكاء العاطفي مع معمر سلامة وفهد خان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة ومعي المبدع الكوتش فهد خان في برنامج الذكاء العاطفي الجزء الثاني. فهد، الحلقة السابقة كانت يا الله ما شاء الله تبارك الله، وأنا أنصحكم يا أخواني أخواتي تسمعوها لأنه فيها يعني أمثلة كثيرة ومواقف الواحد بيمر فيها في حياته مع رئيسه، يا سواء يعني كمدير أو كموظف. يا الله ينور عليك. أنا حقول لك قصتين إن شاء الله الوقت يسعفنا، في قصة طويلة وفي قصة يعني ما أقول. واحدة من القصص أنا قريتها، واحدة من القصص لا أنا عشتها مع زميل معي. خلينا نتكلم لك على القصة القصيرة اللي هي اللي قريتها. إنه في موظف كان عنده مشكلة مع رئيسه، خلينا نحطها لدرجة إنه رئيسه خلاص قرر إنه يمشي. سبحان الله كان في تغييرات إدارية على مستوى الشخص اللي ماسك البزنس أو معنى صح ماسك القسم. أيوه. فاضطر إنه يروح قسم تاني وجاء شخص مكانه. فقبل ما يمشي الرجل ده عمل تقرير كامل على كل الموظفين عنه، وأسوأ تقرير كان على الموظف اللي عنده مشاكل معاه إنه هو يبي يمشي. الموظف ده سيء جدا. أيوه. فجاء الرئيس الجديد اللي حياخذ مكانه وقال له تفضل هذا هو التقرير، خلاص أنا سلمت كل حاجة وأنا حروح أبدأ مهمتي في القسم الجديد اللي ماسكه. تعدي القصة إنه بعد فترة 3 إلى 4 شهور كان في اجتماع السنوي للشركة، فأتفاجأ الرئيس القديم إنه الموظف لسه في الشركة. هذه أول مفاجأة. واستغرب، ما مشوا. المفاجأة الثانية كانت بالنسبة له إنه لقى اختير من أفضل الموظفين المنتجين في الشركة. إيش اللي صار؟ أول حاجة سواء راح مسك الرئيس هذا قال له أنت إيش سويت؟ هذا الرجال أنا كاتب فيه تقرير إنه يمشي. قال له أبدا، أنا عملت حاجتين. الحاجة الأولى جبته عندي في المكتب، فهمت إيش مشاكله وإيش الصعوبات اللي بيواجهها. الحاجة الثانية قلت له انك انت كتبت فيه تقرير ممتاز جدا وبتشكر فيه، وانه يبغاله يتمرن يضبط نفسه اكتر، وهو شخص مهم جدا في الشركة ونحن لازم نطور فيه. جميل. يقول لي الرجال تغير 180 درجة، كان أسوأ موظف صار أحسن موظف، كان آخر واحد يجي الدوام صار أول واحد يجي الدوام وآخر واحد يمشي، صار يشارك، صار متحمس، صار صار صار, صار. لما انت شافه الان صار الموظف المثالي. انا ابغى تعليق على القسم، ايش برايك في نقطه الذكاء العاطفي؟ انت ايش شايف اللي بيصير في يعني صراحه في امثله كثير مشابهه للقصه هذه في يعني يمكن عشناها في شركات مختلفه. نلاقي شخص كان الكل شايف انه هو زي ما يقولوا بور بيرفورمر او البرفورمنس حقه متدني الاداء حقه، وفجاه لما نقل لوظيفه ثانيه والقسم ثاني ابدع، هو نفس الشخص. طب ليش؟ إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير هنا بنلاقي إنه الدور حق الذكاء العاطفي يرجع في إنه أولاً نعرف قدرات وطبيعة الشخصية حقة الشخص هذا ونقارنها بطبيعة الوظيفة تتطلب إيش كقدرات ومهارات. إذا لقينا إنه في فروقات كبيرة من واجبنا إنه إحنا قبل لما نيجي نحكم على الشخص كشخص، لا احنا نوصل لقناعة انه الشخص هذا غير مناسب للوظيفة دي بسبب انه طبيعته وقدراته مختلفة عن طبيعة وقدرات الوظيفة. سبحان الله. فإذا كان مجرد الفرق هو في الاحتياج حق الوظيفة مقارنة بالقدرات حقة الشخص، فليش نتخلص او نطلب من الشخص انه يمشي؟ ولكن اذا كان السبب الرئيسي هو يتعلق في المايند سيت او العقليه او الاتيتيود، هذه مشكله ثانيه، هذه مشكله ما نقدر نحلها. الاتيتيود او الصفه اللي هو اسف مو الصفه لا الاتيتيود اللي هو طريقه التعامل او العقليه. عقليه مو طريقه التعامل، العقليه نفسها حقت الشخص لو ما فيها مشكله انها ما هي عقليه متحجره زي ما كنا بنتكلم اول، انه في عقليتين، العقليه متحجره والعقليه اللي تحب النمو. مزبوط. العقلية اللي تحب النمو
إذا أنت حطيتها في المكان المناسب حتبدأ. وهذا أكيد. اللي صار مع هذا الشخص ما كانت عقلية إيش متحجرة. ولذلك يعني يمكن واحدة من الحاجات اللي أنا دائما أحب أني أنصح فيها كثير من الشركات وكثير من المدراء إنهم يحاولوا يستثمروا أكثر في زيادة معرفة الموظفين وقدراتهم ومقارنتها باحتياجاتهم في الشركة. حيلاقوا ترى إنه أكثر من 50% من التكلفة حق التوظيف يقدروا يوفروها ويقدروا يعملوا توظيف داخل الشركة. ليش إحنا ندور خارجين إذا كان عندنا ناس داخلين قدوا معرفين بيئة العمل ومو ناقصهم أي شيء من ناحية القيم لا سمح الله أو التوافق مع البيئة؟ فإذا كانت قيمهم كويسة وأخلاقهم كويسة ما في شيء يعني أساسي متعلق بفكرهم وسلوكهم، مجرد القاب اللي موجودة أو الاختلاف اللي موجود هو في اختلاف طبيعة العمل مقارنة بطبيعة الشخص، ليش ما إحنا نرجع نعيد توظيفهم بالطريقة اللي تفيد الشركة؟ أتفق معك. أتفق والشركات ترى كثير يعني يمكن في دراسات كثيرة أو كيس ستديز أو أنا شخصيا من خبراتي مريت على الشيء هذا مع كثير من الشركات، ترى مرة توفرت كثير مبالغ باستخدام فعلا الاستبيانات والتحاليل الشخصية كأداة أساسية في عمل حلول داخلية في الشركة وتوفير الكثير من المبالغ في مجال التوظيف عن طريق استخدام الذكاء العاطفي. فإنه إحنا نقارن بالوظيفة المطلوبة مقارنة ب أو احتياجات الوظيفة مقارنة باحتياجات أو قدرات الشخص، وبكده أنت تشوف تحط الشخص المناسب في المكان المناسب. بالضبط. نختم الحلقة بكلمة إنه أعرف قدراتك، أعرف نفسك عشان تعرف إيش البيئة المناسبة لك. أنا غلطان، جملة هي مفروض جملة فكلامك صح. الله ينور عليك. الله يسلم. نعيدها تاني بس آخر مرة لو سمح. أعرف نفسك، أعرفي نفسك، أعرف قدراتك، أعرفي قدراتك عشان تكوني في البيئة العمل أو الوظيفة المناسبة لك أو لك. يعطيك العافية فهد، هذه كانت الحلقة 13. يا أخواني أخواتي نلقاكم غدا في أمان الله.